نتكلم عن هذا الموضوع أكثر أكيد. خلونا نرحب بضيفنا اللي انضم ويانا داخل الاستوديو الأستاذ عمر فالح اللي هو مؤسس تطبيق تمن وقيمة. الله بخير أستاذ عمر، شلون الصحة؟ الحمد لله، منورنا. شلون الأخبار؟ الحمد لله زين. الله يسلمك. ليش سويت التطبيق؟ شنو كانت الفكرة من عندك؟ والله قبل سنة وصي الفكرة عندي كانوا علم يسألوني أكنا يوزع فأقول له مثلان ماك الشارع يقول لي ماك ما موجود هواي وأنا مرة أدور شو اسمه ما لقيت فقدان ليش ما سوي تطبيق العالم حتى يندلون حلو. فضلت مدة سنة ونص يعني أقنع بالمبرمج حتى يفتهم الفكرة يلا هسه يعني اقتنع بالفكرة وبين ما رفع يعني شركة أبل نزلوا يعني صدفة بمحرم نزل يعني أنا نمت قاعدت شي مطلوبة الدنيا شنو القصة يعني زين أنت كنت تتوقع إنه راح ياخذ هذا الصدى وليش بعد سنة ونص من الفكرة يلا مو المبرمج ما دا يفتهم ما مقتنع قال لي يعني التطبيق ما حد قال لي راح ينزله قلت له قلت أسويه ما عليك أنت هي العالم تستفاد من عنده وبالقوة اقتنع يا سوا يعني لما رفع يعني هو حتى سافر يعني ما مهتم نحن بعد متوقع في الشهر ينزل فجاء نزل يعني نزل جانا إيميل إنه التطبيق نزل حلو بالأب ستور يعني أنت مو مصمم أنت عرفت يعني صاحب الفكرة ايه. صاحب الفكرة فقط ونفذ ونفذ يعني صديق البرمج حلو ونزل يعني وسوا ضجة ما توقع ثاني يعني نبت قاعدة شو الدنيا مغلوبة شو قصة حتى من قلة مال السوشيال ميديا سوا وصل ترتيب 30 يعني وصل 30 يعني من 36 صار الآن 30 بريك ليش تفوق يعني ليش أخذ هذا المدى وهذه المساحة من هو من جانب الطرفة هو ولا من جانب مو طرفة لا صحيح يعني لا الناس اهتمت بالموضوع من باب الطرفة الناس أنا أقول لك هو الاسم أثر يعني الناس مش شافوا تمن وقيمة يعني كل أخذ الطرفة ما متوقع إنه تطبيق هيش حقيقي ومو بس يعني اكو ناس يستهزئ قالوا لا هذا يستهزئ يعني من ضمن الناس اللي اكو ناس من قال لك هذا تطبيق داعشي اشكال ما طلعت زين قرات بعض التعليقات انا من ضمن الناس اكو ناس لاموك انه مو كان ما تخلص هذا الوقت انه انت تسوي مثل هذا التطبيق ليش ما تسوي تطبيق اخر يفيد المجتمع يفيد هي تطبيقات مو هي شغله مكلفه مو سهله يعني ومن هيك يقول لك سوي تطبيق يعني العمليه مال البرمجه ويعني قوانين ابل حيل احسن يعني انت من ترفع التطبيق ايش كم مره يرفض الله يوافقون عليه وهذا يمكن رفع 20 مره الرفع والرفع هي الرفع هسه التحديث احنا بدنا نحدث لان اكو بي مشكله باللوكيشن بدا يطلع صحيح يعني هسه نريد يعني يوافقون على التحديث هم البارحه الرفض هسه رافعينها من جديد بس نريد نحدثون الخرائط لان ما تطلع صحيحه زين استاذ عمر انت قبل مثلا جربت انه انت تطرح فكره ثانيه لو هاي اول فكره لا احنا عندنا والله افكار بس احنا يعني شو اسمه احنا يعني مكتبنا بالمنصور يعني نشتغل به يعني هو شغلتنا هاي تصميم مواقع واعلانات مع الفيس فهنا عندنا افكار بس المشكله البرمجه يعني تاخذ يعني مو سهله يعني لما انت تسوي الفكره لما تنزل هي من ترفع التطبيق تطلع المشاكل هوايه ترجع تنزله من جديد ترجع حتى تعدله وترجع ترفع الا لما يشتغل صحيح اكو منهم قرات كاتبين هو يعني عمر سواها لنفسه على مود يندل هو وين هو صار ما فكره اني جت مني يعني واجد خليج ليش ادوك العام يعني ماكو يعني وين مره ماكو يعني طنس جماعه مثلا يقول فلان ساعه يفوتني الموعد ما ذاك لان بالمحل ما لحق قلت هذا يجيك شعار تعرف تمام أقرب. الان يعني صار الموضوع على ارض الواقع وصار حقيقي وصار تفاعل كلش كبير من قبل الناس ويا هذا الان الخطوه الجايه 500,000 تحميل 500,000 يعني فشي كلش كبير أي. باستفاده ماديه هو احنا الان مقررنا ان الاستفاده مالته يصير ببانر مال اعلانات يعني تقسم الى 30% جور للشركه يعني المبرمج و30% لتطوير التطبيق والتطبيقات اخرى و30% للاعمال الخيريه اللي تكون باسم ما حد نعرف بها يعني خصصناها تمام طيب الان يعني ايش محتاج التطبيق هو يشتغل حاليا لانه انا قريت ايضا يعني من خلال الناس انه اكو بعض المشاكل غير مو مشكله اللوكيشن شنو بس مشكله اللوكيشن يعني ما يطلع يعني ما يجيك اشعار من تدخل ما تطلع المكان ما يطلع يعني هاي اعتقد شيء بسيط هو كان بالبدايه يطلع يعني تطلع لك مسار خريطه شو بس بعدين اجاد المطور قلت له شنو المشكله قال المشكله من خرائط جوجل مو من عندي ليش ماكو على اندرويد هو احنا متوقعنا هيك ينزل بهالسرعه اللي نسوي يعني هو هالضجه يعني احنا عدنا نشتغل على الاندرويد بس هاي السرعه اللي انتشر بها يعني خربطت كل الاوضاع يعني علي كيف نحن يعني ما اقول لك سنه ونص بدنا نفكر بين ما شو هاي الضجه هسه بدنا نشتغل على الاندرويد تمام يعني هسه راح ينزل على الاندرويد اي يعني هو لحد يجي المبرمج من عمان بده يسوي لقاء وما تو يجي
حتى نكملها. تمام، زين اكو مشاريع افكار ببالك انت راح تنفذها يعني تطيح المبرمج او المصمم؟ عندنا هواي افكار هسه احنا بالمكتب، يعني احنا عندنا شغلتنا يعني نشتغل حلو الامنيه، ما اكو يجون ذول اللي تهكر حساباتهم اللي يهددوهم اللي يوقعون ضحايا مال الابتزاز مال المغاربه اللي بالفيس، فاحنا يعني نتعاون ويا الاجهزه الامنيه ونريد نشوف حل يعني لهي المشكله، بدنا نفكر يعني شلون نسوي تطبيق قبل لا يوقع مثلا مشكله، ينزل مثلا اللي دز طلب اضافه وهذا ينزل يشوف يشوف المصداقيه الحساب او يشوف يعني مثلا هذا عن طريق تطبيق اتصال ويا الاجهزه الامنيه، هم يشوفون الحاله ويشيكوها. حلو حلو، يعني احنا محتاجين اعتقد مثل هالافكار، يعني يا ترى الافكار هو كل واحد يفكر، عاد هسه مثلا طلعت على شغله مثلا تقول هذا الكرسي صفنت عليه تجيك فكره اشكاله تجيك، بس واحد شغله بعد تجي افكار تجي، هسه مثلا مال التطبيق قلت له ليش ما نسوي تطبيق جديد؟ يعني احنا كنا هسه كله على الموبايل استخدام. زين يعني التطبيق صراحه هو بسيط كلش كلش بسيط. ايوه ويعني مثل ما قلت انت، انا شفت يمكن شخص واحد انتبه على هذا الموضوع قال انه هو التطبيق قديم، يعني صار له فتره هوايه من نزل، لكن انا شايف اكو بالاندرويد يعني هوايه شغل اكو واحد بالاندرويد بس مو نفسه. اي مو نفسه يعني بالاندرويد انت تقدر ترفع يعني بدون او شركه بس على الاب ستور، لا هذا اول اكيد لازم موافقات شويه معقده مال الاب ستور، يعني لازم تشيكون امنيه تشيكون كل الناس اللي نزلت التطبيق، نقول لهم انتظروا انه مثلا ان شاء الله راح نسوي تحديث عليه ممكن ان شاء الله يوافقون يوم على التحديث. شنو التحديث بس اللوكيشن لو ممكن نضيف له اشياء لا طيب. بعدين لانه التحديث برمجه يراد تطول وقت تاخذ الاشعار يجي بس على الثمن وقيمه لو على هريسه والله عليك على هريسه الاندرويد الهريسه هو عادي نفس الشيء الاندرويد خصصه زرده وهريسه هو في الثمن وقيمه هذه سهله هي حتى الثمن وقيمه نسوي صعبه مو مثل زرده والهريسه صراحه نورتنا أهلين. وشكرا لحضورك وشكرا على وقتك، اتمناك الموفقين ان شاء الله بعملك هذا وبكل اعمالك الجايه، وننتظر ان شاء الله الافضل من عندك ان شاء الله. شكرا لك، راح نروح سوا الى فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا.